شكرا. قناة شوف تي في. وأولا الاسم ديالي الكامل أشرف بن عيسى. وملي كنت باقي صغير كان عشاق ميدان الراب، وما كرهتش ثاني نكون رابر، وكيعجبوني فنانة كاملين، وبغيت نتعرف على الحور، بغيت نتلاقى به ونعمل انا وياه شي كليب، وان شاء الله كنقول له مرحبا بك، كنقول له والله ما كرهت نتلاقى بك. وهو كنسمع له كاملين بيهم، ولكن اللي تحت له بزاف هو الحور، كيغني على الاحزان، و مو دياسك ديالو كيعجبوني. علاش كيعجبوك الكلمات ديالو؟ حيت هو كيغني بنفس الستيل اللي ماشي به انا دابا، اللي عمشي به انا دابا، وكلمات ديالو كيعجبوني، وما كرهتش نتلاقى به، وكيعجبني بزاف، وكلمات ديالو مزيونين، كيغني على الاحزان، و المهم كيحس بيا بحال اللي كيحس بيا، كحس براسي بحال اللي كيحس بيا. لا عمري تواصلت معه. الأمنية ديالك هو انك تلقى به؟ الأمنية ديالي هو نتلاقى به ان شاء الله، ونعملو انا وياه شي كليب وشي ديسكو مزيان، ونغنيو انا وياه ان شاء الله. بديت نغني اول ديسكو اللي غنيته انا والصديق ديالي عبد الله الزياني، هذاك هو اول ديسكو اللي غنيته، ودابا الحمد لله انا ماشي بات في هذا الميدان، وما كرهتش يدعموني المغاربه، وما كرهتش نتلاقى بالحر. عندك شي قناه ديالك في اليوتيوب؟ عندي قناه ديالي اشرف الراب، اللي باقي ما دخلش يتابوني عندي، يدخل يتابوني عندي، وكنتمنى يعجبهم الدياسك ديالي. واخا حياتي ضاعت وانا باقي واقف غير مشلول، حياتي ضاعت مني وانا ما عندي حلول، حياتي ضاعت وانا باقي واقف غير مشلول، حياتي ضاعت مني وانا ما عندي حلول، حياتي ضاعت وانا باقي واقف غير مشلول، حياتي ضاعت مني وانا ما عندي حلول، حياتي ضاعت وانا باقي واقف غير مشلول، حياتي ضاعت مني وانا ما عندي حلول، حياتي باقى ضايعة غارقة في بطالة، كصبح غير على المناتيف والقتالة، حياتي باقى كديع زطمة غير في الخاوي، شكون اللي غايب فاهم حياتي شكون الراوي، حياتي ما عندها لا أساس ولا مستقبل، كنشوف حياتي ماشية قدام عيني وكتدبل، كيف غادي نحقق أحلام حياتي في المستقبل، حياتي ماشية نهار على نهار وغير كتدبل، ما بغيت حياتي تبقى هكدا في المستقبل، لو قعدت حياتي على هاد الحال انا غادي نهبل. معكم عبد الله اليوسفي اللي هو الصديق ديال اشرف ومن الحي ديالو. اول حاجه الاخوان انتم كتشوفوا الحاله ديال اشرف، افتح عينو مسكين، اجبر راسو ما كيشوفش، متزاد في هاد الدنيا هادي اجبر راسو بصير، وهذا الشيء هذا كنحمد ربي وكنشكره والحمد لله على كل حال، اللي جات من عند ربي مرحبا بها. اشرف الحلم ديالو، واللي كيقول الحلم ديالو فرحان بزاف هو يتلقى بهذا المغني الحر اللي هو كيعزل بعض الكلمات في منطق بان اللي هو الحر كيغني الرب. واحد المساله اللي حنا الصراحه كنبغيو نتعاونوا معاه، ولكن فوق استطاعه وهذا جهدنا، وكتعاون معاه حتى هي كنشكروها اول حاجه، بعدا ما نساوهاش قناه شوف تي في اللي جات واستقبلته بكل فرح، وتا هو فرحان. والحلم ديالو يتلقى بهذا الحور ويعمل له خاطر، واخا هي تلقى به ويعاونه بواحد معاونه، واخا هي يوصل له واحد الميساج كيفاش يوصل هذا. والاخوان حنايا كنوجه لكم هذه الرساله، وكيوجه لكم اللي هو اشرف اللي هو اللي كتشوفوه، بان كيقول لكم تعاونوا معاه في القناه ديالو. وهادشي هذا الاخوان اللي غادا تعاونوا معاه، بان هو هذا الانسان هذا ما نقولوا واحد الحياه ديالو اللي ماشي بحالنا الاخوان
للحياه ديالو بان كتقطع في القلب. بعد الحمد لله حنا تزادنا بالصحه ديالنا والله سبحانه وتعالى هذاك الشيء المقدر ديالو اللي هو وسكن ناقص واحد الحاجه اللي معروفه في الحياه الانسانيه اللي البصر هو كيخدم كل شيء بانه هو كيطلب هاد المعاونه من المغاربه وكما كنتعاونوا حنا مع بعضيتنا الحمد لله المغربي فيما مشى كيتعاون مع بعضه كما وصل هاد الحور وصلوا المغنيين كاملين بلا ما نذكرهم اللي كيوصلوا في القناه اليوتيوب وكذا اللي ما توصلوش في القناه الوطنيه كيتوصلوا في القناه هادو كاملين المغاربه تعاونوا معاهم. وبغيتكم الاخوان توقفوا مع هاد الانسان هذا وهاد الانسان هذا باش توقفوا معاه راه باش يضمن المستقبل ديالو. والحمد لله في واحد الظروف اللي ما هنقدروش نسميوها بان راه نتوما كتعرفوا الظروف مهما الانسان كيطلب واحد معاونه وكيطلب واحد الحاجه اللي غادي يضمن فيها المستقبل ديالو اللي هي نتوما كتعرفوها المغاربه. واشرف عزيز علينا وسكين ولكن حنا في الاستطاعه ديالنا وهذا اشرف كيتابع الدراسه ديالو الحمد لله وكيتعاونوا معاه الوالدين ديالو كينقصوها من واحد هذا ولكن جاتو واحد الدراسه هو في طنجه وجاتو الدراسه في تطوان وربما نتوما كتعرفوا الاخوان كبده اللي هي ما تسمحش واخا الحاله كاينه كنشوفوا الناس كبده والله يسمحنا من الوالدين اللي هي الام قالت لك انا ما نقدرش نصيفط اشرف يقرا لي في تطوان وما عنده حتى واحد في تطوان والانسان ضروري الام هي كل شيء كتقابلو وحنايا في الاستطاعه ديالنا وفي الحاجه اللي كنبغي نوصلوها هو اشرف يطلع على الاخوان نحققوا له الحلم ديالو ويتمنى ديك الرابيرو اللي كيقول عليه هو الحر يحقق له هذا الحلم ويقدر يجي يفرح هاد اشرف. واشرف وسكن الحلم ديالو اللي هو كيطلبه خصنا نحققوها له وحنا اللي في الاستطاعه ديالنا وفي الاستطاعه شوف تي في عملت له خاطرو ووقفت معاه وانتوما كتعرفوا قناه شوف تي في بان الحاجه اللي كتعملها ما كتخسرش الخطر من اي واحد ونتمنوا الحور يتلقى بهذا الاشراف واللي ما تخسروا الاخوان تخسروا ابوني والجرس وتفرجوا له بعد المقاطع ديالو وانتوما كتعرفوا الاخوان اليوتيوب كيفاش كتطلع وهذيك هي المستقبل ديالو بانه هو كيطالب بان الحياه ديالو بان الوالدين شحال يبقاو له الاخوان. والحمد لله هو السن 18 سنه بان باقي عاد غادي يشوف في الحياه وهادشي الاخوان هذا كنتمنى لكم المغاربه حنا نتعاونوا مع بعضيتنا اليد في اليد مع اشرف ونحققوا له الحلم ديالو ونتمنوا ميساج يوصل لك الحر شوف مع هذا الانسان هذا واخا هو غادي ما يشوفكش واخا توقف حداه ما يشوفكش يسمع بك ويسمع الاغاني ديالك ولكن حس بهذه الحاله وهذه الحاله الاخوان اللي كتاثر من داخل حيت حنا كنشوفوا راسنا الحمد لله بالصحه ديالنا وهو وسكن البصر هو كل شيء ولكن كنحمد ربي ونشكره والحمد لله كل شيء على الله سبحانه وتعالى.